مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي مرزوق الصيادي. مرحبا بك مرزوق. نبدأ من التطورات الجديدة في العمليات العسكرية وتحرير قرية الصليب في ماوية، ماذا عن التفاصيل؟ نعم أستاذ العزيز، على صعيد المواجهات الميدانية في جبهات القتال بين محافظة الضالع بشكل عام وجبهة الضحكرة بشكل خاص، وكذلك في ماوية، القوات المداومة الجنوبية والقوات المشتركة وقوات الجيش الوطني في جبهتي بعطبة ومريس يعني خاضت معارك مساء الأمس في جبهة مريس، وكذلك معارك مستمرة في مدينة جبهة بعطبة، حيث تمكنت قوات المقاومة الجنوبية مسؤولة القوات المشتركة والقوات الجيش الوطني من ضرب المواقع التابعة للميليشيات الإنقلابية في مناطق تمركز زوجي باب غلق ومهجار، وكذلك في منطقة الفاخر. نعم. أحد حاولت الميليشيات صباح اليوم من ضرب يعني عدد من القذائف اتجاه منطقة شخب، يعني سقطت معظمها في المناطق الأهلية بالسكان، وهذا هو عدد ودجل الميليشيات الإنقلابية، وخصوصا في الفترة الأخيرة وعلى وجه الخصوص في جبهة الأعصاب. الميليشيات الإنقلابية لم تعد قادرة، حيث يعني أصبحت قوة الدفاع الخاصة بالميليشيات عاجزة على ضرب المواقع والأهداف، كون هناك خطط واستراتيجية وتكتيك عسكري لدى القوات المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة. نعم. الميليشيات الإنقلابية أصبحت بالقذائف الهاون وكذلك الأسلحة الرشاشة. من أين أطلقتها مرزوق؟ من أين؟ أطلقتها من منطقة الفاخر ومن باب غلط، حيث يعني أطلقت ثلاث قذائف من منطقة بيت الشرقي ما بعد منطقة الفاخر، سقطت كلها في منطقة شخب في القرية يعني شخب والقرى المحيطة بها، خلفت يعني أضرار في المباني وكذلك سقوط جرحى. الغريب والملاحظة اللي أود أن أشير إليها وهي أن الميليشيات الإنقلابية في الأونة الأخيرة في جبهة العطبة معظم القذائف التي تطلقها يعني تستهدف المباني والمساكن وسقوط يعني ضحايا شهداء وجرحى مدنيين. نعم. وعلى يعني واقع الحال ما حصل في منطقة شخاب السنيدي وكذلك منطقة الريبي، يعني سقوط ما يقارب من 9 أشخاص بين شهيد وجريح على يد الميليشيات الإنقلابية. الموضوع الأهم من ذلك هو المواجهات التي الآن تخوضها قوات المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة والجيش الوطني يعني مع الميليشيات الإنقلابية، معارك يعني تقدم لا تراجع، وكما أكد قائد القوات الحزام الأمني وقائد اللواء 30 درع وقائد محور الضالع ومحافظ الضالع العميد اللواء الرتب حليم بن صالح، أن الميليشيات الإنقلابية الآن بأتت تعيش نفسها الأخير، حيث يعني المسلح يعني يسقطون من يعني بالعشرات بين قتيل وجريح. الموضوع الثاني وهو موضوع ماوية، حتى يعني تم تحرير المنطقة يعني ماوية وكذلك المواجهات التي اندلعت فيها، حيث مثلا تم تحرير ماذا مرزوق؟ قرية نعم قرية ماوية اللي يعني في منطقة حجر. نعم. كانت القرية هذه تعد مركز يعني تستعلي عليه الميليشيات الإنقلابية لقصف مناطق كثيرة في منطقة حجر، وكانت تستخدم الرشاشة 23 لإيذاء المواطنين وكذلك لإيذاء الطريق العام، حيث تمكنوا من استهداف الأسلحة 23 وتم عقابه واستهدافه، ولم يعد هناك يعني رشاشة يعني قصف الطرق والمناطق في منطقة حجر. الموضوع الثاني هو هناك خطط عسكرية إن شاء الله ستكون المرحلة الثانية من معركة قطع النفس، معركة يعني بداية نهاية الميليشيات الإنقلابية من المناطق التي تسلت إليها، ليس في منطقة شخب ومنطقتي الحاج، بل إلى حيث ما كانوا في أقرب وجه، وهذا ما نريده هو أن تعود الميليشيات الإنقلابية إلى ما قبل جبهة حمق، ومن هناك يعني لكل حديث حديث. الميليشيات الإنقلابية لم تعد بالقوة التي كانت عليها، فهي تعيش الآن بقوة أو المتعاونين والمتواصلين. نعم أشكرك مرزوق. نعم أشكرك مرزوق الصيادي، كنت معي عبر الهاتف.